نطرح ربما نفس السؤال على السي حميد أبرشان قبل ما نعطي الكلمة للزملاء. السي حميد، أرجع معك القرار اللي كنت اتخذته مباشرة بعد مباراة ضد أولمبيك أسفي، يعني التخلي على بدو الزكي، وكذلك القرار ديال التعاقد مع مدرب جديد ألا وهو السي المرابط اللي كان في ديك الآونة، ربما يكون غير يعني مدرب كما سميناه إطفائي ترانزيتوار على ما يعني يجبر فريق اتحاد طنجة مدرب آخر. شنو هي كيفاش وصلتي لهذا القرار هذا، وشنو هي الأهداف اللي كنتي سطرتي له في هذاك الوقت؟ وهو ما نقلوش بالعمل ديال إطار بدو الزكي، حقيقة راه هو هذا الانتداب هو اللي كان شرف عليها. بدو الزكي مع الأسف ما دارتش معاه الكرة بحال اللي كيقولوا، وديك 8 المباراة كانت حقنا فيهم 8 نقاط، وكنا حنايا متفقين مع الاساس باش ناخذوا لقب السنه هذه. الجماهير ديالنا ما كتنتظرش، كانت طالبه باش تاخذ شي لقب، ولا حقاش حتى انا كذلك كنت وعدتهم، وعدت الجمهور هذه 3 سنين، كنت قلت لهم السنه الاولى غنعملوا شخصيه الفريق، والسنه الثانيه نلعبوا على بوديوم، والسنه الثالثه ناخذوا لقب. وفعلا حنا كان غير السنه الاولى لعبنا على بوديوم تحت لينا المركز الثالث، والسنه الثانيه المركز الخامس، وهاد السنه الثالثه خدينا فيها اللقب. دونك ديك الشيء اللي وعد به الجمهور ديالنا تحقق فعلا. ما تمشات شي نتائج، جلست مع الاخ مرابط واحد الثانويه، قلت له السي ادريس مرابط واش يمكن تينا نعول عليك تاخذ زمام الفريق. خلال ديك الجلسه لقيت السي مرابط تبارك الله عنده واحد الحماس، وكيتكلم متاكد من نفسه باللي غينجح، وهذا الشيء اللي ارتاحني عليه انا كذلك، ارتحنا وارتحت له من خلال الكلام ديالو، وموثق مع راسه، وعاد كيتكلم معك بالوضوح. سيد عنده واحد كيتكلم بواحد الشفافيه، واحد المعقول، وهذا الشيء السبب ديالو النجاح ديالو. انا دابا عاشرت تقريبا واحد 5 المدربين، الطريقه كل واحد كيفاش كيشتغل، طريقه السي ادريس مرابط هو واحد الانسان اللي هو واضح معك، وعنده واحد كيتقرب من اللاعبين، وكيتقرب حتى المكتب المسير، وهذه ما كتلقاهاش في بعض المدربين. كتلقى مدرب كيبغي ياخذ القرارات الانفراديه ديالو، ما كيستشرش معاه. وفعلا اليوم خص وصلنا، خص لحقاش الشورى اللي كيتحمل المسؤوليه دائما راه الرئيس. صحيح. كانت النتائج السلبيه الرئيس كيتحملهم، النتائج الايجابيه راه المدرب. صحيح. باش نكونوا واضحين. حنايا حتى المدرب يعني النهار اللي كيطير راه كيكون تحمل المسؤوليه ديالو. لا بحق ديما كيبقى الرئيس هو اللي كيبقى فعلا. وبدا العمل ديالو السي ادريس مرابط، انتم شفتوا تحققت 8 النتائج، 8 انتصارات مور بعضها اللي عطاتنا واحد القفزه اللي بدينا كنحتلوا المراكز الاولى. وبشي اضافه ديك العمل هذاك، وشوف اليوم فين وصلنا. وحقيقه حنا كمكتب مسير عاوتاني واحد العمل هذا اللي كنقوموا به، هذه 6 سنين ماشي اليوم اللي خدينا الفريق، وحنا كانت عندنا واحد التوجه، وكنمشي واحد العمل تدريجي، واحد خطه الطريق العمل. فعلا تمكنا من ديك الشيء اللي كنا خططنا له. حنا الاول مشينا فيما يخص باش نعملوا الشخصيه ديال الفريق، ومشينا كنشتغلوا على الجانب المالي. اليوم كرة القدم بلا مال راه ما يمكنلكش تنجح. وانت يعني ادرى بهذه القضية، لأن لما جيتي لفريق اتحاد طنجة كان فريق يصارع حول البقاء في القسم الثاني، كان ينزل. أنا كنت خديته في المرحلة ديال الميركاتو الشتوي. صحيح. وكان كيحتل الصف الأخير، كان مهدد بالنزول. نزول قسم. كان عندنا 9 نقاط باقي كنتذكر، وكان خصنا نوصلوا 34 نقطة. فعلا نجحنا فيها، ومن بعد مشينا كنشتغل، وكذلك عاوتاني بغينا الفريق يبقاو يثقوا فيه الناس. صحيح. لا المستشارين ولا اللاعبين. كان هو فريق واحد الحاله انتم باقي عاقلين عليه، كان حتى واحد ما كيثق فيه، غارق بالديون، 14 مليون درهم ديال الدين كانت عليه. نوضنا واستطعنا وعملنا عمل اللي هو حقيقه واحد العمل كبير اللي اليوم كيعطي الثمار ديالو. اشتغلنا على جانب مالي، كسبنا الثقه ديال شركات عالميه اللي هما اليوم كيحتضنوا الفريق، لاي فريق يتمنى يكون عنده هذوك الشركات. والحمد لله ما خيبنا لهمش الضن ديالهم حتى هما، قلنا لهم راه حنا قادين بمسؤوليه، عطيتونا الاسم ديالكم، واليوم هذا الاسم ديالكم راه هو كيتزوج بلقب. هذا اللي كيعطي الفريق ديالنا باش يزيدوا مستشارين اخرين. يعني مصداقيه اكبر. مصداقيه اكبر. وكنشوفوا اليوم فرحانين، والتهاني اللي كيهنيونا، وهذا الشيء الحقيقه اللي عطانا واحد المصداقيه للفريق ديالنا. والفريق ديالنا ان شاء الله راه ماشي في واحد الخط تصاعدي، راه ما يمكنش دابا نفوق،
الفريق ديالنا يبقى يلعب على باش حتى المراكز في الوسط، ولا خصو ديما يلعب على بوديوم على الارقام. لحقاش عندنا مشروع ديال طنجة الكبرى، خص فريق يكون حتى هو كبير من حجم هذا.